تقطع الجبال، وما طلبت عزة ومالا. من أنت يا ديالا لتهزمي الرجال، وما أردت الحقد والقتال. وعنك في البراري في غضبة النهار يرتد صوت الريح إن تعالى. من أنت يا صغيرة يا طفلة كبيرة؟ من أنت عند الناس يا ديالا؟ أنا قاتل، أنا ما جرى جرى غصبا عني، لم أكن أريده. أنت أيضا اذهبي إلى شغلك. رشيد، رشيد، عندي بعض الأسئلة سأطرحها عليك، انتظرني. هذه الشرقية الخبيثة استطاعت أن تلفت انتباه السيد نجيب من اللقاء الأول، وحاولت أن تلفت أنظار كل الرجال ما عدا وليد. طبعا دوره قريب، بدأت بزوجي ثم انتقلت إلى أسامة، واليوم حاولت مع السيد نجيب. يظهر أنها قادرة على كل شيء. إذا حاولت مع وليد لن تنجح، فهو يحب فتاة ثانية. ماذا تريد هذه الفتاة؟ من أين جاءت؟ أعتقد أنها صائدة رجال أو صائدة ثروة. ما بك؟ حزنت على الثور المسكين. بل على أنت، ما المحزن فيك؟ سيطردني. من قال ذلك؟ عيناه. صحيح، جرى حديث بين العيون. ذهب مع المعلم رشيد، ربما ليتفق على طرده. فتاة أنيقة مثلك لا تخاف من الطرد. بلى يا سيدة ساعدة، سأجوع إذا طردني. أنت لا تجوعين، اطمئني. اسمعي يا ديالا، الجميع هنا نتساءل، ماذا تريد فتاة أنيقة مثلك لتعمل في مزرعة؟ ماذا أريد؟ لقمة العيش طبعا. ولكن زوجي أخبرني أنك لا تبالين بقيمة الراتب. ما دمت آكل وأنا، ما أهمية المال؟ مسكينة قنوعة. سيدة سعدة، هل سيطردني؟ اسأليه ما دامت لك الجرأة. بل أنا خائفة. تخافين؟ وأنت من منعته من إطلاق النار؟ لا أعرف كيف فعلت ذلك، فكرة القتل أرعبتني. مهد، ألم تجهز الطاولة بعد؟ الوقت يمر سريعا، سنجهزها حالا.
نجاح، منال، اتبعاني. ما بك يا فتاة؟ أظن أن صار يجب أن أرحل. ترحلين؟ لماذا؟ لأني أسأت التصرف. لا أعرف، ربما تصرفت كما كنت أشتهي أن أتصرف لو لم أكن جبانا. على كل حال، السيد نجيب هو صاحب الأمر هنا. معلم رشيد، هل سأرحل دون أن أنهى شيئا؟ أنا لم أعمل هنا إلا أيام قليلة. ولماذا ترحلين؟ لم يطلب منك السيد نجيب طردي؟ أوه، أنت كثيرة الظنون. السيد نجيب فقط أراد أن يسألني من أنت. لم يسأل شيئا آخر؟ كفاك تطرحين علي أسئلة سخيفة. عندي من الهموم ما يكفيني. أنت قلت له إنها جريمة قتل، وهي فعلا جريمة قتل، بل أبشع جريمة رأيتها في حياتي. هيا هيا، أمامك ساعة قبل الطعام، استغليها بتنظيف بعض الآنية. حاضر. يلا لا تحزن، إذا كان السيد نجيب غاضبا منك اليوم فهو معظم الوقت غاضب مني أيضا، هو هكذا. يلا، وعدتني بالذهاب معنا الشهر المقبل حيث نصعد إلى الجبل. إذا سمح لي المعلم رشيد. لا يهم، نتزوج ونذهب معا. عندي 4000 أضعها بتصرفك ونعيش سعيدين. أستطيع أن أقدم لك بيتا متواضعا وحياة كريمة. قولي نعم. مات أبي قبل أيام قليلة. ديالا، أرجوك فكري جيدا. عيناها شرقيتان وذقنها، حين وضعت يدي على ذقنها وجهها بريء، كانت على حق رأيتها تبكي، كانت تبكي. نعم، أنا أيضا أردت أن أبكي. رأيت الدوق الكبير يسقط في جلال وكبرياء، ولكن كان يجب أن يموت. هذه رصاصة تحذير إلى أعضاء اللجنة ليفهموا، وإن كانوا لا يفهمون. ترى كيف تنظر إلي الآن؟
ما رأيها في سيدها؟ ما هذا يا منال؟ دواء المعدة؟ نعم سيدي. كنت أقدر أن أستغني عنه اليوم، لكن لماذا أدفع للطبيب أجره إذا لم أتناول الأدوية التي يصفها لي لقاء هذا الأجر؟ أنت أيضا تعتقدين أنني ارتكبت جريمة قتل اليوم؟ كلا يا سيدي، لكن المنظر كان مؤلما، مؤلما جدا. بل كان رهيبا. ما العمل؟ ما حصل قد حصل. كنت أقدر أن أبيع لحمه وأوزع ثمنه على الفقراء، لكن لا، لست نادما على شيء. ستبقى هذه الرصاصة تحذيرا للجنة، لكل اللجان الزراعية إلى الأبد. أنت تعرف أكثر مني. ربما ظهرت أمامها وكأني عجوز وقح، وهي جميلة، جميلة جدا، لم أجدها على دربي وأنا في سن الشباب. ماذا؟ من قال إني عجوز؟ أمامي 30 سنة أعيشها بكل ارتياح، هذا إذا انتبهت إلى معدتي. يجب أن تكون في مكان ما هنا الآن، تفكر أو تبكي. هي تعمل في خدمتي الآن، هذا أمر أكيد، وسأعرف كيف أجعلها تبقى هنا في خدمتي. عصام، إذا جاء عصام في الصيف، عصام شاب صغير سيعجبها أكثر مني، ولن أسمح له بالاقتراب منها. على كل حال، هو وريثي وصاحب أخلاق عالية، لن يحاول أخذها، أنا أعرفه جيدا، لن يحاول. أيتها الشرقية، لم تتركي في رأس أسامة عقلا ولا في بطنه شهية. هاي ما بك، دعها تسترح قليلا. إذا بقيت على هذا الحال فمن الأكيد أنك ستحدث بكوعك ثقبا في الطاولة. ألا أستطيع أن أنظر حيث أريد؟ من زمن بعيد لا أرى أمامي غير وجهك اللئيم.
أنت وقح قليل الحياء. اسكتوا. دعوا ديالة بسلام. على الأقل كانت أكثركم شجاعة وصدقا. من منكم تجرأ على الوقوف بوجه السيد نجيب لمنعه من قتل الثور؟ من منكم حاول أن يفهمه أنه يهدر دما ويقتل نفسا بريئة؟ أقول لكم جبناء، لا تحسنون إلا توجيه الانتقادات السخيفة مثلكم. هيا كلوا. يا رب، كيف أفهمهم أني لا أريد شيئا من هذا؟ كيف أفهمهم أني لن أحب أحدا ولن أجعل أحدا يحبني؟ يا رب، دعني أقطع رحلة العمر دون مصاعب. حررني من الذنب الذي ورثته يا رب. وفيتي يا صغيرة. لا لا لا، ابكي كما أنت. تبكين أثناء العمل؟ لا يا سيدي، أنا لا أبكي. ما الذي كنت تمسحينه عن عينيك؟ لماذا تبكين يا صغيرة؟ ربما لأن العالم صغير. صغير؟ بل ربما هو صغير عليك. عفوا، من جهتي أراه صغيرا. ما زلت تعتقدين بأني قاتل؟ لا يجب أن تحكمي على الناس من مظاهرهم. لم أعد أقول ذلك، ولو أني فكرت أنها جريمة قتل. غيرت رأيك إذن. على كل حال يجب أن أعتذر إليك. أنت يا سيدي؟ نعم، شعرت أني أرعبتك قليلا يومها. لا لا، نسيت كل شيء. حتى لو فعلت أكثر من ذلك كنت نسيت أيضا. أنت يا صغيرة، أنت لا أظن أنك في مكانك الصحيح هنا. يداك تتأثران بالماء، لا أحب هذا. أنت شقية صغيرة ومكانك ليس هنا. أنت مختلفة عن الآخرين. أنت أفضل من الآخرين.
ادخل. أرسلت تطلبني سيد نجيب؟ هذا أنت؟ اجلس. أنت رفيق دربي منذ زمن طويل، لذلك كنت أتوقع منك اختيارا أفضل بالنسبة إلى تلك الشرقية. ديالة؟ تريد أن نطردها؟ لا 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 لا، الاختيار الذي أعنيه هو اختيار العمل لا العامل. يا معلم رشيد، كيف تكلف فتاة رقيقة مثلها القيام بأعمال قاسية كغسل الأواني مثلا؟ لكن هذا العمل هو أرق ما عندنا في المزرعة. لا 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 لا، يجب أن نجد لها عملا أفضل. ولكنها لا تريد العمل بين جدران البيت. ولم لا؟ هي قالت لي، بل طلبت أن تقود العربة بنفسها وتذهب إلى المحطة وتحضر الأواني من هناك. كيف سمحت لها أن تقول مثل هذه الأشياء؟ أنا لم أسمح لها، والدليل أن زيد هو من يذهب إلى المحطة ويحضر الأواني كل يوم. بما نكلفها؟ لا أعرف. أنا أعرف، سنكلفها بأعمال البيت مع زوجتك سعدة. ومنال ونجاح. تبقى هي ومنال لأعمال البيت، ونجاح نجاح هذه الخبيثة لا أحبها، اطردها. أو لا لا لا، كلفها هي بغسل الأواني، هذا عمل يليق بها. حاضر كما تريد. يا معلم رشيد، أنا لا أحب أن يمرض أحد من عمال المزرعة، وهذه الشرقية إذا استمرت في غسل الأواني ستمرض حتما. نعم نعم. أما الأخرى نجاح فهي قوية كالثور. فهمت قصدي؟ طبعا طبعا. أريد أن يحصل التبديل منذ هذه اللحظة. سيحصل. ما أحمق، لا يميز بين خادم وسيد. مستحيل، لا أطيق السجن في البيت. هذه رغبة السيد، وما دامت هذه رغبته علينا أن نتصرف كما يريد وفي أسرع وقت. لكن ماذا تقول نجاح؟ لا يهم ما تقوله أو تفعله، هي أيضا عليها أن تنفذ الأوامر. لا أريد أن يكون لي أعداء. أية قوة تدفعني حيث لا أريد أن أكون؟ كنت أعلم أنها ساحبة أهداف بعيدة المدى، بل كنت متأكدة أنها ستؤثر على السيد نجيب. بل فعلت كل شيء لتسيطر على عقول الرجال منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها إلى المزرعة بكامل أناقتها ورأيتها على هذا الشكل، عرفت أنها ماكرة. طموح خبيث، الله وحده يعلم متى تكتفي وأين ينتهي طموحها. ذليلة المجرمين والقتلة صارت داخل هذا البيت. هل يعرف السيد نجيب أي خطر صار تحت سقفه؟ هل يعرف ماذا يمكن أن يكون مصيره إذا اقترب كثيرا من ابنة الغادر؟ خذي وعاءً واملئيه حليبا. مهلا. السيد نجيب يريدك أن تعطيه الدواء. اطلبيه من منال. حاضر.
أين سعدة؟ في غرفة الطعام. وصلت يا صاحب الأعمال الإنسانية؟ ما بك؟ ما بي شيء. ماذا تريد أنت؟ السيد نجيب يطلب أسماء الذين سيذهبون إلى الجبل. الأسماء عندك؟ أعرف، ولكنني أريد أسماء النساء اللواتي لا تحتاجين إليهن. لا أريد أحدا هنا، خذ الجميع معك إلى الجبل. وديالة؟ ديالة ديالة ديالة، ألا يوجد غير هذه الفتاة الرقيقة النحيلة؟ خذها معك لعلها تقع في غرام ذاك الأحمق أسامة وتريحنا من حركاتها مع السيد نجيب. سعدة، سألتني هل أريد أحدا هنا فأجبتك لا أريد أحدا، هل من سؤال آخر؟ سنرى ما يقوله السيد نجيب عنكما، سنرى. الدواء سيدي. الدواء الدواء، لا أعرف لماذا يصر الأطباء على اعتباري عجوزا قبل الأوان. والآن هل صرت شابا؟ ديالا، لماذا تعبسين هكذا؟ لا شيء سيدي. لا تكذبي علي يا صغيرة، وجهك حزين كما لو أنك راجعة من مأتم. عفوا، سأحاول جهدي. تحاولين ماذا؟ لم أقصد أن أزعجك بهذا الوجه وهذا العبوس. أنت لم تفهمي قصدي بعد. أنا لا أسأل عن إزعاجي أو عدم إزعاجي، أريد أن أعرف سبب الحزن في عينيك. لا شيء لا شيء. اسمعي يا صغيرة، لن تخرجي من هنا إلا بعد أن تقولي لي كل شيء. سيدي، ليس عندي ما يقال. اسمعي، أنا لست أحمق ولا مخبولا، قلت إنك حزينة وأريد أن أعرف سبب حزنك. تكلمي. رأيت يا صغيرة أنك تكذبين علي؟ هناك ما يعذبك ويسرق بهجة الحياة من عينيك. افتحي لي قلبك. سيدي، لا أعرف ماذا أفعل. ليس بينهن واحدة لا تكرهني. تكرهك؟ من يكرهك يا صغيرة؟ الجميع، السيدة سعدة، نجاح، والأخريات. أمر قربهن فيبتعدن عني وكأني مرض خبيث. الكلاب! سأستدعي الجميع إلى هنا وألقنهم درسا في الأدب. لن أخفي عنهم طريقتي في التعامل مع الخبثاء. لا يا سيدي، أرجوك لا تفعل. لما لا؟ أنا جديدة هنا،
فلا بأس إذا نفر البعض مني، لكن لا أريد أن أصبح مكروهة إلى الأبد. أرجوك يا سيدي، إذا عاقبتهم أو قلت لهم كلاما قاسيا بسببي، سأجد نفسي مضطرة للرحيل. لا 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 لا، لا أريدك أن ترحلي. ولا أنا يا سيدي، لا أريد أن أخسر عملي. طبعا طبعا طبعا. أنت شقية صغيرة، ألم أقل لك ذلك؟ ديالا، هل أستطيع أن أفعل شيئا من أجلك؟ قولي بصراحة، سأفعله من كل قلبي. أنا خادمة يا سيدي، ماذا يمكن أن أطلب أكثر من أن يكون لي سيد طيب القلب؟ ألا تقولي تفاهات، أنا لست سيدك. معلمي. لا هذا ولا ذاك. لا أفهم. ستفهمين يوما، ستفهمين. أتيتهم هاربة، فلماذا يقبلون؟ حتى السيد نجيب، خاصة هو. أبعد عني الإغراء يا رب، أنا لا أريد شيئا من أحد ولا أريد أحدا. أبعد عني الشر يا رب، أنعم علي بوحدة وانزواء لأنجو من شرور الناس. ديالا، لماذا تهربين مني؟ أنا؟ كنا صديقين على الأقل، ولا نزال هكذا؟ أسامة، أحببت فيك الصديق الذي يعطي ولا يأخذ. أنت أول إنسان أعطيتني المحبة والتقدير دون مقابل، فأرجوك تابع على هذه الدرب ولا تسألني شيئا. ديالا، ستأتين معنا إلى الجبل؟ لم أسأل المعلم رشيد بعد. ماذا تنتظرين؟ ما زلت أتردد. إذا دعيني أتصرف، سأختار لحظة يكون فيها مسرورا. ولكن ماذا سيظن السيد نجيب؟ ما علاقة السيد نجيب بالأمر؟ مستحيل، هذا افتراء يا سليم. أنا أعرف كم يهمك الحفاظ على الأخلاق في المزرعة، لذلك فضلت أن أصارحك بكل شيء. إديالة وأسامة، هذه خرافة من نسج الخيال. إديالة فتاة متزنة، وأسامة ولد نشأ عندي، أبوه المرحوم كان مثالا للفضيلة والأخلاق. مهما جرى أنا مرتاح الضمير، حذرتك يا سيد نجيب وأنت مسؤول عن الفضيحة متى وقع. ديالة وأسامة، مستحيل. ديالة شريفة وأسامة مهذب، وإذا كان ما بينهما حبا شريفا فالمصيبة أتى. هذه أنت يا صغيرة؟ هكذا دائما تدخلين مثل الهرة، تروحين وتجئين دون أن أسمع لك حسا. الدواء يا سيدي.
الدواء، الدواء، لماذا الدواء؟ تروحين وتجئين لتقولين لي الدواء سيدي، الدواء سيدي. لست عجوزا مريضا، انظري إلي جيدا، عظامي لم تهترئ بعد، أنا قوي كالثور. ضعي الدواء هنا وتعالى. انظري في عيني جيدا، هل تري أمامك عجوزا؟ أرى أن صحتك ممتازة ولله الحمد. اقتربي، اقتربي أكثر، لا تخافي لن أفترسك. اسمعي يا صغيرة، أنا أريد أن أراك سعيدة، لكن أريد أن تقولي لي الحقيقة ولا تخفي عني شيئا، فأنا أهتم بكل ما يتعلق بالعمال في مزرعتي، بآمالهم وألامهم. متى ستتزوجين أسامة؟ أنا لم أقل أني سأتزوج أسامة. واو، هو كلمني عن الزواج. لما لا تتزوجين قبل موسم الجبل؟ لا أستطيع. حقا؟ لكن هو راغب في ذلك. سيدي أنا لا أحب أسامة، ولا أعرف من قال لك العكس. يا لا يا لا، أنا أعرف كل ما يجري في مزرعتي. سيدي هذا أمر لا يمكن أن تعرفه، أنا لم أفكر بالزواج من أسامة أبدا، هو لي مجرد صديق، وإذا كنت أنوي الذهاب إلى الجبل فليس من أجله، بل لأني أحب الحياة هناك فقط. ما زلت مصممة على الذهاب إلى الجبل؟ نعم سيدي. عظيم عظيم، سأطلب من رشيد أن يسمح لك بذلك. استريحي الآن، عيناك متعبتان وأنا لا أحب أن أراهما كذلك. والدواء؟ دعيه هناك، ولا تنسي أن تخبريني حين تقررين الزواج بأسامة، فأقدم لكما هدية كبيرة تساعدكما لفترة طويلة. كذا أسامة يحبها وهي لا تريد الزواج به، لا تفكر بالزواج به. ماذا لو كانت كاذبة؟ السيد نجيب يرغب في رؤيتك فورا. يراني أنا؟ نعم، طلب مني أن أرسلك إليه قبل الغروب. ماذا يريد مني السيد نجيب؟ اسأله هو، فهو ينتظر قبل الغروب.
عمي الحبيب، أسفي شديد لأني لن أستطيع أن أقضي فصل الصيف معكم في المزرعة. عظيم، هكذا أفضل. لكني لكثرة شوقي إليكم وإليك أنت يا من أعتبره أبا لي وأكثر، سأحاول أن أقضي ولو بضعة أيام بالقرب منك. ابن أخيك المشتاق عصام. سيراها وعصام شاب غني وجميل. ولدي الحبيب، لكنه وريثي، فهل أمنعه من المجيء إلى بيته؟ أنا أنتظرك بفارغ الصبر. تعال واحضر معك كل الأصدقاء والصديقات إذا أردت. انتبه يا أسامة، أنت حتى الآن لم تكذب علي يوما ولا أخفيت عني شيئا. صحيح كنت أغضب منك أحيانا، لكن حتى الآن لم يحدث بيننا خلاف أساسي. أسامة، أنا أعرف كل ما يجري في مزرعتي. قل لي، هل أسأت التصرف مع الشرقية الصغيرة؟ سيدي لا تبقى هكذا أمامي تناديني سيدي. قل لي بصراحة، ماذا فعلت معها؟ سيدي، لن أحتمل لهذا التصرف أكثر مما احتملت. إذا كنت قد تصرفت معها خطأ، يجب أن أعرف لنصلح الخطأ. لكن أنا أؤكد لك أني لم أفعل شيئا مع ديالا. حتى لو أردت لما استطعت أن أفعل شيئاً. لما استطعت. أنت تستطيع أن تفعل شيئاً أو لا تستطيع، هذا الأمر لا يعنيني. كل ما يهمني هو الأخلاق في المزرعة، ولا أسمح لأحد أن ينال من سمعة هذا المكان وكرامتي. لذلك سأطردها. أنا لا أطيق الشواذ، فهمت؟ وسأطردك أيضاً. السيد نجيب، والدي كان يعمل في خدمتك. أنا لا يهمني التاريخ يا أسامة. أبوك المرحوم لم يكن يتلاعب بعقول النساء. سيد نجيب، والنساء لم تكن في أيامه خفيفات العقول. سيد نجيب، إما أن تسحب العبارة الأخيرة وإلا. هل أسأت التصرف معها؟ اقتلني. هل لا؟ اقتلني إن أردت، لكني أؤكد لك أني لم أمد يدي إليها. كلما في الأمر أني طلبت الزواج منها فرفضت. هي لا تريدني، هذا كل ما في الأمر. صدقتك الآن. في هذه الحال سأسمح لها بالذهاب معك إلى الجبل، ومن سيقول عنكما كلمة واحدة سأعتبره من الوشاة، وأنت تعرف عقاب الوشاية عندي. اذهبي الآن. إذا كنت قد أسأت التصرف إليك فأنا آسف، لكن عدني يا أسامة بأنك ستقول لي كل شيء حين تقرر الشرقية الصغيرة الزواج بك. ذكرتني قبل قليل بأن أباك المرحوم كان يعمل في خدمتي. فأنا أحمل له أطيب ذكر.
لذلك أريد أن أساعدك خاصة على الزواج والاستقرار. لك مني هدية كبرى، شرط أن تقول لي كل شيء. لن أخفي عنك شيئا. أحسنت، وسترى أنك لن تندم. أخبرت السيد نجيب عنهما، فماذا فعلت؟ لا شيء، حتى السيد نجيب لم يعد يسمعني أنا. أخذت عقله مثلما أخذت عقل أسامة وعقل رشيد قبله. هذه الفتاة، فتاة القلاع، جاءت إلى المزرعة الآمنة لتفرق بين الرجل وامرأته، بين السيد وعماله، بين الأب وأولاده. أي نعم، بين الرجل وامرأته، بين الأب وأولاده. ابنة القلاع جاءت إلينا حاملة معها الخلاف والحسد والتفرقة. لا تدعوها تسلب العقول وتشرق القلوب. كافحوها كافحوها كافحوها. ديالا ديالا ديالا، ماذا تريد؟ أين ديالا؟ منذ مدة وأنت توجه طلباتك إليها. افرض أنها لم تأتي إلى المزرعة وقل لي ماذا تريد. ناديها، أريدها في أمر يخصها وحدها. تسأل عني يا معلم رشيد؟ نعم، أين الأوراق؟ أية أوراق؟ السيد نجيب يطلع على ملفات العمال كل شهر وملفك لم يكتمل بعد. ذهبت إلى العمدة؟ نعم، ووعدني الأستاذ فاضل بأن يكتب إلى زميله في القلاع ليرسل إليه أوراق. ومتى وعدك بذلك؟ يا معلم رشيد، لم أترك هذه المزرعة إلا يوما واحدا عندما طلبت مني أن أذهب إلى الأستاذ فاضل وأعطتني مبلغا من المال لأشتري ما أحتاج إليه. اشتريت شيئا؟ بعض الكتب. حسناً، سأرسل زيد إلى الأستاذ فاضل ليرى إذا كانت الأوراق قد وصلت. أذهب بنفسي. لا لا لا، السيد نجيب يحتاج إلى عنايتك قبل أن تذهب إلى الجبل. هل طلب منك السماح لي بالذهاب؟ نعم، ولو أنني أرى أن الرحلة شاقة بالنسبة لفتاة مثلك. لكني قطعت جبالاً من قبل. أنت حرة. اسمعي يا هادئ، أنا أراقبك جيدا، إياك أن تؤثر على عقل زوجي. السيد نجيب وأسامة يكفيان لتحقيق رغباتك، مفهوم؟ سليم صار عجوزا، يجب أن نجد شابا يحل مكانه. وهو ماذا نفعل به؟ لن أحمله طبعا، أعطيه غرفة عندي وراتبا يكفيه حتى آخر حياته. ولكنه يعد نفسه بالذهاب إلى الجبل. لكن أيستطيع تحمل الرحلة والإقامة هناك؟ هو يقول إنه قادر. حسنا حسنا، لن أمنعه، بل لأنه عجوز أسمح له بذلك. ربما كان يرى في هذا الصيف آخر موسم له في الجبل. في جميع الأحوال يجب أن نجد مكانه شابا يستلم أعماله. حاضر. وليد، أتعرف متى عين موعد زواجه بمنال؟ بعد الرجوع من الجبل. عظيم، سجل لهما مكافأة مالية نحددها في حينها، ثم يزيد راتبه بنسبة 30% ابتداء من تاريخ الزواج. بنسبة 30%؟ طبعا طبعا، الحياة تغير يا معلم رشيد وأصبحت مكلفة. عفوا سيدي، بل أنت من تغير. رشيد، تعترض على إرادتي؟ لا أبدا، إنما أستغرب فقط. ماذا؟
لم تحضر أوراق ديالة بعد؟ أرسلت زيد إلى مكتب العمدة لإحضارها. وما سبب التخلف؟ حضرت من قريتها وهي لا تحمل شيئا غير ملابسها. حسنا سأنتظر، أريد الأوراق فور وصولها. حاضر. أستاذ فاضل ديالة. ديالة؟ ماذا أخبرك؟ قل. أبوها قاتل. وهي؟ هي؟ لا أعرف، لم يقل شيئا عنها، أعطاني الرسالة وهو حزين وقال لي. ماذا قال لك؟ لماذا تسكت؟ أنا أحمق، قال لي لا تخبر أحد. ديالة أبوها قاتل، وقال إنه آسف لأنه استلطفها حين زارته وطلب أن أبقي الأمر سرا بيننا. عمي سليم لن تخبر أحد. ها؟ اذهب اذهب. ابنة القلاع، أبوها قاتل وهي أيضا تزوجت وقتلت زوجها مثلما كان أبوها قاتلا صارت هي قاتلة، رزقت طفلا وقتلت زوجها وطفلها وهما نائمان، مجرمة قاتلة لم ترحم حياة طفل بريء بعدما قتلت الرجل الذي تزوجها. هكذا إذن أبوها كان قاتلا. مسكينة، كم تكون تعذبت. قل لي، العمال يعرفون شيئا من هذا؟ سليم العجوز يعرف تاريخ قريتها، هذا ما يدعيه على الأقل، والعمال يرددون أشياء كثيرة عن ديالة. لما لم يذكروا شيئا أمامي؟ يعرفون أنك لا تحب الوشاية. وشاية؟ وهل ما يعرفونه عنها سيء لدرجة اعتباره وشاية؟ ما يقولونه عنها كثير ومتناقض. خرافات، هم يحسدونها طبعا. هذا رأيي أيضا. إذا كان أبوها قاتلا لا يجب أن تقضي حياتها وهي تدفع الثمن. أبوها على ما يبدو دفع ثمن جريمته غاليا. هذا ما كتبه الأستاذ فاضل. نعم رشيد، أريد أن تسكت كل الإشاعات التي تدور حولها، ومن أعرف أنه تسبب لها بكلمة واحدة لا تعجبني فليعتبر نفسه مطرودا على الفور. حاضر. الكل حاضرون؟ نعم. هيا. أين ديالة؟ لا أدري. أين ديالة؟ رشيد سيكون معك لحمايتك. أعرف أن بين عمال المزرعة أصحاب نوايا شريرة، إذا أزعجوك أو حاولوا الإساءة إليك لا تترددي في المجيء إلي. تعالي فورا مع رشيد وأخبريني بكل شيء. لماذا يا سيدي؟ لا تقولي سخافات، أريدك أن تكوني سعيدة هناك وانتبهي لصحتك. جبالنا غريبة الطباع، فهي تفاجئنا أحيانا بالمطر الصيفي المصحوب بالرعود والعواصف. لا تعرضي نفسك للبرد. أنت طيب جدا يا سيدي. وما دمت تحبين القراءة اقرأي، اقرأي كثيرا وظلي بعيدة عنهم. حاضر.
مع السلامة. رافقتكم السلامة، يرجعوا إلي ومعكم دوق صغير ينال الجائزة الأولى. وأرجع إلي ديالا. أرجع إلي ديالا، أرجع إلي ديالا، أرجع إلي ديالا.